اليوم لا يجي النور حبيبها السابق أو طليقها ودق الباب عليها وقالها أنا أطلب منك السماح والمغفرة وإنه أنا غلطت بحقك وأنا أريد أرجعك على سنة الله ورسوله. راح توافقين لو راح ترفضين؟ وإذا وافقت ليش وإذا رفضت ليش؟ You like it؟ بس شنو لحظة نور حبيبتي؟ لح يعني صراحة إيه يعني أوكي وافق لأن صراحة وافق لأن يعني قلبي ما متقبل شخص أحد يعني غيره للأسف شديد مش قادر أنساك. إذا صارت ورجعتي راح تبكين بمكان الدموع دم وراح ترجعين تتأذين مرة ثانية، بس المرة الثانية والضربة الثانية حقل راح توقعك الأولى. ليش؟ لأن إذا رجعت وتقربت راح تقلب بواجع القديمة كلها وراح تذكر كل لحظة أنت بتشيتني بيها وقهرتني بيها. ليش؟ لأن أنت قريب، بس من تكون بعيد وليدك يمك تشوفه ويشوفك وتبقى تبقى هيش تبقى أنت الشيء اللي أنا حبيته وما قدرت أعوفه، بس وانت بعيد مرات أكو شغلات بالحياة تبقى بعيدة هواي أحسن وتبقى بعيدة الحب مالتها كله يزيد. والله العلي العظيم يا نور قدام هاي العالم كلها وأنا لا أجامل ولا أطبطب ولا أعرف أكذب. منقولات خياطة، واحدة من أجمل قنوات تعليم الخياطة والتفصالات والديزاين، قناة كلش رهيبة اللي تديرها أمرأة عراقية شغلها كلش مرتب مثل ما تشوفونها أمامكم. ما شاء الله متابعيها أيضا كلش هواي، أريدكم تشتركون بقناتها، واللي راح يشترك ويكتب لها تم من طرف المميز راح أفوزها بالدعم بالفيديو الجاي مثل ما تشوفون. رابط قناتها تلقونه بالتعليق المثبت، بالإضافة إلى حساب الإنستغرام تلقونه بالتعليق المثبت، تدزوا له صورة أنه اشتركتوا وأول 10 راح يدزوا له صور هم اللي راح يفوزون يعني بالدعم.